بتكلم عن الاطباء، بس مش اطباء البشريين بس، المره دي بتكلم عن اطباء البشريين، اطباء الاسنان والصيادله اللي بيعملوا لاول مره اضراب مشترك في تاريخهم. احنا ابتدينا يوم 8 مارس الاضراب المفتوح بتاعنا بعد اضراب متقطع من اول يناير بدون استجابه. احنا جايين هنا لان احنا شايفين ان احنا جزء من الطبقه العامله، جزء من العمال. المشاكل اللي انا سمعت كل الناس في القطاعات والشركات عندنا الحضرتك دي حقايق. احنا مش بس موظفين شغالين في القطاع الحكومي، احنا بنعتبر نفسنا عمال يوميه زي العمال اللي بيتكلموا دول. احنا الحد الادنى للقبول ما بناخدوش. الصوره اللي بتتقدم للمجتمع الوهميه عندنا حوالين العياده والعربيه دي بالظبط 3-4% من الاطباء. احنا عددنا فوق ال 150,000 دكتور بنسجل في المقاومه دي 40,000 تقريبا، اكثر من نصهم هاجروا بره البلد عشان يشتغلوا بالصخره في دول الخليج او يهاجروا هجره دايمه لاوروبا وامريكا. واللي موجود في مصر من الاطباء البشريين ما يزيدش عن 50-60,000 دكتور بشري، واقل من نصهم من الصيادله والاسنان. في الحقيقه احنا الظروف بتاعت العمل بتاعتنا قاسيه جدا. القوانين بنقضي عليها قانون 47 عاملين مدينه الدوله زي بقيه الناس كموظفين، بتحرمنا من حقنا ان احنا نأدي شغلنا كفاءه. ساعات العمل بتاعتنا طويله جدا ما تتناسبش مع طبيعه الشغل بتاعنا. حضرتك ممكن تتخيلوا جراح يقوم بعمليه في اول ساعه بالمغشيه ومفروض ان هو يأديها بكفاءه وثبات، ومفروض انه يأدي نفس العمليه بنفس الكفاءه والثبات بعد ما يقضي 48 ساعه واقف على رجليه. ان احنا ممكن نشتغل 48 ساعه مغشيتين متواصلتين بدون توقف، نسبه الخطا المتوقعه مننا 0%. نتعرض لبدلات ضعيفه جدا بالنسبه لعددهم، نتعرض للمخاطر، الاطباء بيموتوا. عندنا 5 اطباء ماتوا خلال الشهرين اللي فاتوا من الانفلونزا الموسميه من العدوى والمرضى. الاطباء دول بلا العدوى اللي بيصرفوه بالشهر 18 جنيه. ولما بنيجي نتعالج بنتعالج في المستشفيات الحكوميه اللي احنا بنشوف المواطنين بيموتوا فيها بنموت جنبهم. فاحنا بنتعرض برضه لمخاطر خاصه بطبيعه المهنه ومفيش اي استجابه من الدوله ليها. بنتعرض لحرمان من حقنا في تاسيس النقابات. الدستور بيحرمنا من ان احنا نأسس نقابات، ان احنا نقابات مهنيه بيفرض علينا ان احنا نقابه الاطباء ابقى قاعد انا فيها جنب وزير الصحه او وكيل الوزاره، كلنا زي بعض كلنا دكاتره بالرغم ان هو اللي بيقمعني وهو اللي بيفرض عليا شروطه. قاعد انا وصاحب المستشفى الاستثماري اللي ثروته بالملايين ومفروض ان هو اعضاء في نقابه واحده. انا محروم من ان انا اشكل نقابه مع زمايلي اللي بيعانوا من نفس ظروف العمل السيئه، المفروض علي ان انا ابقى نفس النقابه مع الطبيب اللي دخله قد دخلي الملايين المرات. احنا محرومين من حق الاضراب اللي كنا استطعنا ان احنا نكسر ده، لان تعديلات القانون العمل الجديده بتقول خطر مخطط على حياه المواطنين وسلامتهم وصحتهم. طبعا احنا عاملين بروتوكول الاضراب في خلال اكثر من 90 يوم اضراب من ساعه 2011 حتى الان مفيش عيان واحد مات بسبب الاضراب. عندنا خطوصات من الشكاوى، ما طلبناش شكاوى بخصوص حال المواطنين عشان نتفادى النقطه دي، بس دايما بيحصل تنكيل وتهديد ضدنا، وكان ده حصل قبل المجلس العسكري في اضراب 2011، لان القانون بيمنع ان احنا نضرب في المنشات الحيويه زي المستشفيات. باختصار حياه الطبيب ما تفرقش عن حياه العامل. دلوقتي شايل شنطته على كتفه وبياخد مغشيه في المستشفى دي او في المستوصف ده، بيطلع من العياده دي للعياده دي، بيأدي شغله في المستشفى الحكومي او ما بيأدوش. الاختلاف ان احنا بقالنا 3 سنين او اكثر بنناضل ان احنا نغير الوضع ده، بنناضل ان احنا نغير اوضاعه، بنناضل ان احنا نغير القوانين، بنتحد مع بعض. احنا عملنا اضراب لمده يوم واحد في 2011، ده كان كل قدرتنا. قدرنا ان احنا نستفيد من خبرات بعض وان احنا نطور من نفسنا، وعملنا بعدها اضراب 80 يوم في 2012، برضه ما خدناش حاجه، تتعدد الحكومات والانظمه وما بناخدش حاجه، ما بتتعدلش القوانين، ما بنشالش الظلم اللي علينا. احنا حاليا في اضراب في الاسبوع الثالث، المره دي ده اضراب الصيادله والاطباء البشريين والاسنان زي ما انا قلت. في قطاعات كبيره مطمنين وتضامنا معانا، في قطاعات كبيره ابتدت تفهم ان المشكله بتاعتنا مش مشكله فلوس. نجحنا ان احنا نعمل مشروع بينظم المهنه بتاعتنا اللي هو مشهور باسم كادر المهنه الطبيه. المشروع ده فيه 30 بند منهم 27 بند بيعدل من طبيعه المقاسي اللي بتعرضها من حيث ساعات العمل، من حيث القوانين بتاعت الترقي وغيره وغيره وغيره. نجحنا ان احنا نصمد وان احنا نوصل للمفاوضات بتاعتنا لوزير الصحه ونجبره ان هو يقعد معانا ويعترف بلجنه الاضراب. نجحنا ان احنا نحصل على موافقه وزاره الصحه على القانون اللي عملناه دوت. نجحنا ان احنا نوصل رئيس الوزراء باشمهندس ابراهيم محلب، طلب مننا ان احنا نستنى 3 شهور. في الحقيقه احنا كنا ردنا كان قاطع ان احنا نرفض ان احنا نستنى يوم واحد، اذا كان هو يطلب مننا ان احنا نستنى 3 شهور، هل هو يضمن ان هو يستنى 3 شهور في منصبه؟ احنا رفضنا دوت وعملنا مسيره من قصر العيني توجهنا بيها للمقر ورئاسه الوزراء.
ونجحنا ان احنا نغير القرار دوت ان احنا نقعد مع الماليه. كان عندنا لقاء مع الماليه السبت اللي فات، متاكد السبت الجاي عشان نشوف قرارنا في الجمعيه العموميه. احنا شايفين نفسنا جزء من الحركه العماليه، او انا ادعي ان انا شخصيا شايف ده، وشايف ان توحيد البضاضات بين كل اللي بيشتغلوا الاجر في مصر سواء عماله موسميه او مؤقته او قانونيه او موظفين في القطاع العام، كلهم يواجهوا نفس العدو، كلهم يواجهوا نفس الصوت، وكلهم لازم يتوحدوا عشان ياخدوا حقهم. غير كده مش هيبقى كلنا النجاح. احنا قوتنا زادت لما اتوحدنا مع بعض، قوتنا زادت لما اتضمينا على الصيدله والاسنان، قوتنا هتزيد لما نضم القطاع الصحي كله، وبالتاكيد في المستقبل هنسعى ان احنا نضم بقيه الزملاء من العمال اللي بيعانوا في كل قطاعات الاعمال والعمال الموسميه او غير المنتظمه الاداريه. بندي ايدنا ليكم، بنقول ان تحسين القطاع الصحي مش هيجي بس من ضمن الفريق الطبي، انما من ضمن كل العمال وكل المجتمع المصري، ونتمنى انكم تدعمونا في الاداره بتاعنا. شكرا.